هذا يسأل عن عقد الزواج بدون الأوراق الرسمية، عقد الزواج إذا كان توفرت شروطه، يعني يكون في بولي وشاهدين ورضا الزوجين، رضا كل من الزوجين وبولي وبحضور شاهدين عدلين، فإن العقد يكون صحيحا ولو لم يوثق في الدوائر الرسمية. الدوائر الرسمية هذا نظام فقط، والتوثيق طيب، الدوائر الرسمية طيب، لأنه ما يساعدونك في أمورك إلا بوثيقة للزواج، فلا بد من الوثيقة. لكن الزواج في حد ذاته صحيح إذا توفرت شروطه، ويبقى عليك تكميل النظام المطلوب منك من أجل مصالحك في النظامية، وكونك من الأول تتبع الطرق النظامية أريح لك، تتبع الطرق النظامية أريح لك من أنك تزوج بعقد غير موثق ثم تروح توثقه وقد لا يوثق ولا يطيعون يوثقونه، يحصل عليك تعب. فكونك من الأول تتبع الطرق النظامية أحسن لك. نعم.